ما حكم غسل يوم الجمعة؟ الغسل اليوم الجمعة مشروع، وهو متأكد شديد التأكيد، حتى قال طائفة من أهل العلم بوجوبه، وللقول بالوجوب وجه وجيه، وظواهر النصوص بل تدل عليه، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم للجمعة فليغتسل. غير أن الجمهور صرفوا هذه الأوامر إلى الاستحباب الشديد أو إلى التأكيد الشديد القاصر بها عن الوجوب، وذلك لقرائن صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث وإن كان لا يوجد له إسناد قائم، لكنه روي من طرق متعددة يثبت بها، لأن ضعف أكثرها ليس بالقوي. الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح قوي، فيصلح لتخصيص أو لبيان أو لصرف الأمر عن الوجوب إلى الند في تلك الأحاديث. فإذا نقول أقل ما يقال في غسل الجمعة أنه متأكد شديد التأكيد، حتى قال أهل العلم هو أأكد من الوتر، وأكد من كثير من الأمور الأخرى التي يعني حث عليها الشرع ورغب فيها وأمر بها أمرا أكيدا. نعم، هل هو معقول معنى وصل يوم الجمعة؟ غسل يوم الجمعة يعني ربما هذا يقودنا هل هو للصلاة أو أو لليوم؟ لليوم، في المسألة خلاف قوي بين أهل العلم، هل غسل الجمعة لليوم أو للصلاة؟ ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أنه إذا قلنا أنه لأجل اليوم فإنه يشرع لكل محتلم، سواء أراد أن يشهد الجمعة أم لم يرد شهودها. فيكون للمسافر نعم، والمرأة فيكون للمرأة وللعبد وللمريض وللمسافر ممن لا تلزمه الجمعة. وعلى هذا أيضا قالوا بأنه حتى لو ذهب وقت الجمعة فيتعلق الغسل به، فيغتسل مثلا بعد صلاة الجمعة أو في وقت العصر، لأن الغسل لذات اليوم. من قال لذات اليوم شيخ قبل أن أنتقل إلى للصلاة، متى يبدأ اليوم؟ اليوم يبدأ بطلوع الفجر، اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فيغتسل في نهار الجمعة بعد من طلوع الفجر. والقول بأن الغسل لليوم قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقول محتلم يشمل، أو كل محتلم لفظ عام يشمل كل المحتلمين بما فيه من نساء والمسافرون والمرضى ونحوهم ممن لا تلزمه الجمعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم: لو تطهرتم ليومكم، فجعل التطهر لليوم. كذلك حديث الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة يوم. فهذه الأحاديث تؤكد أن الغسل لذات اليوم. بعض أهل العلم قال هو للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فمفهومه أنه من لم يأتي لا يغتسل. وأيضا قالوا بأن أصل مشروعية الغسل في ذلك اليوم لأجل اجتماع الناس، وهكذا تدل الروايات المبينة لسبب مشروعية هذا الغسل. لكن الأحاديث السابقة صريح في تعليق الغسل لذات اليوم، ولذلك يمكن أن نقول بأنه يشرع ويتأكد لذات الجمعة، وهو لمن أراد أن يحضر الصلاة أكد، فهو على درجتين: من لم يرد حضور الجمعة لعذر أو لعدم وجود الجمعة فيحث على الغسل لذات اليوم وهو مستحب في حقه،
ولا أكد منه إذا أراد أن يحضر الجمعة، وفي هذا توفيق بين القولين.